مساء الخير واهلا وسهلا بكل جمهور السادسه. مبروك مقدما درع الدوري تقريبا في الجزيره. اللي يفضل لنا ثلاث نقط نقدر ان شاء الله باذن الله نحسمهم بكل سهوله وبكل اريحيه، واللي يبقى الشغل الشاغل لينا مش بس تحقيق بطوله الدوري، لكن الحقيقه قدامنا وقدام الجيل ده وقدام الاداره الفنيه بقياده فايلر عدد كبير جدا من الارقام القياسيه اللي من الممكن الحقيقه السيزون ده انه الاهلي يحققها ويكسر بيها ارقامه القياسيه السابقه. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من السادسه.